ازيكم يا بنات؟ طبعا السوشيال ميديا كلها من امبارح واول امبارح بتتكلم على الازمه الكبيره جدا اللي حصلت ما بين النجمه ريهام حجاج والنجمه ايضا عامر، وقبليها كانت الازمه اللي حصلت ما بين مصطفى درويش والفنانه زينه واحمد السعدني، ازمات شغاله في مسلسلات رمضان، وكل ده عشان ايه؟ عشان كل واحد عايز دوره يبقى اكبر من التاني، والوسط الفني كله تقريبا كله شايط مع كله. موسم رمضان بقى مسلسلات بقى وملايين بتترمي. طيب بصوا، انا مش طالعه اتكلم في ازمات حد معينه، انا طالعه اقول لكم ان كل اللي بيحصل ده دعايه لكل مسلسل. يعني اي ازمه حصلت لمسلسل هي دعايه ليه، تمام؟ ولو جيتوا بصيتوا شوية هتلاقي ان المسلسلات دي اصلا ما بتعملش اي ايراد، ما بتجيبش مشاهدات عالية، نسبة المشاهدات عليها ضعيفة. طب هو ليه حصل كده؟ ليه الازمة دي كلها؟ علشان دعاية المسلسل، انا عملت دعاية. لما حد يسمع عن ازمة مسلسل ما بين فنانة وفنانة، فنان وفنانة، فنان وفنان، ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ طب ما تيجي نشوف المسلسل كده، نشوف ايه اللي حصل، خلاهم يتخانقوا مع بعض. في ناس كده عندها فضول شوية تعرف، فدي دعاية ببلاش زي ما بيقولوا كده. ننزل كام بوست على الفيس والأخبار تنزل والسوشيال ميديا تشتغل، وهوب نلاقي الموضوع كبر ووسع وبقت ايه، مشكلة كبيرة، وده بيتكلم وده بيتكلم، وتلاقي نسب المشاهدات بعد مثلا ما كانت 100 بقت 200 300، هوب طلعت بتطلع بتطلع بتطلع، تبتدي تزيد الإعلانات اللي هي في الفواصل الإعلانية ما بين المسلسلات، وتبتدي الفلوس تكتر للمنتج. وإيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ده المسلسل نجح، ده احنا هننتج لك يا فنانة السنة الجاية، أنا هنتج لك مسلسلين في السنة مش مسلسل واحد، ده أنت جبتي لي مشاهدات. هي لعبة كده، وهم فاهمينها أكتر مننا لأن احنا ما عندناش دراية أكتر بالموضوع ده. بس ايه يعني ده يعني ده يعني اللي هو ايه اللي هو الحاصل يعني بتاعهم يعني. طيب احنا بقى نعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ احنا نعمل ايه؟ احنا بقى نسيبنا من الكلام الفاضي ده كله، ولا مسلسلات بقى ولا الكلام ده كله، احنا ما نضيعش الشهر الكريم، احنا في رمضان يا جماعة، المسلسلات دي بتتعاد لحد رمضان الجاي، هتلاقيها بتتعاد لحد اول امبارح كانت اخر حلقة من مسلسل متوش بيجيبوها، اللي كان بيجي في رمضان اللي فات كانت اخر حلقة من مسلسل خيانة عهد بتاع يسرا كان بيجي في رمضان اللي فات، ده لحد اول امبارح. يعني المسلسلات دي موجودة طول السنة، مفيش داعي خالص ان احنا نضيعها، نضيع رمضان عشان خاطر مسلسلات. مسلسلات بالكم اللي بيتعرض ده، وكلها مسلسلات تشد للبعض. لا لا، بص بص بص، البرومو بتاع المسلسل ده شكله جامد، لا بص مش عارف، احنا مستنيين يوسف الشريف، لا لا لا، رمضان من غير يوسف الشريف، لا يا جماعة مش كده بجد. الوقت دلوقتي اصلا اي مسلسل دلوقتي جديد بينزل على القناة بيجي 5 دقايق من المسلسل على نص ساعة اعلانات. يعني لو المسلسل تلت ساعة انت بتتكلم في ساعتين ضيعتهم من وقتك، ساعتين انا كنت ممكن اكون صليت فيهم تراويح، كان ممكن اكون فيهم قريت جزئين من المصحف، كان ممكن اكون فيهم دعيت، كان ممكن اكون فيهم نزلت تصدقت، كانوا اعملوا في شهر رمضان. نسيبنا خالص يا جماعه من الصراعات اللي شغاله دي، ما تركزوش معايا، ما تتابعوش الحاجات دي، فككوا منهم، هما بيصرفوا ملايين وبياخدوا ملايين، واحنا اللي تعبانين، والله احنا اللي تعبانين، سيبكم منهم خالص. احنا بندور بنكمل القرش على القرش، ونشيل الجنيه على الجنيه عشان نكمل باقي الشهر. الناس دي مش فارق معاهم الكلام ده كله، مش فارق معاهم باعلان واحد يفتح بيه، يفتح عماره كامله بتكلفة إعلان واحد. يعني إحنا حالتنا صعبة، فما نجيش نضيع الدنيا والآخرة كمان، كلنا ظروفنا مش حلوة، كلنا عندنا أزمات،
كلنا تعبانين، كلنا عندنا اللي مكفينا. الناس دي لو صابت فيروس كورونا معاهم فلوس تعالجهم في احسن الاماكن، انما احنا لا، احنا ما عندناش ده. سيبكم من ده، ده لهو. لا والله دول لهو الدنيا. ابعدوا عن كل الحاجات دي على الاقل على الشهر الكريم اللي احنا فيه. النهارده 2 رمضان، ورمضان هتلاقوه بيجري يعني. عدوا كده اول 5 سنين في رمضان هتلاقي نفسنا في نص رمضان، ايه ده 20 رمضان، يلا بنجهز كحك وبسكويت، احنا في العيد يا جماعه، والعيد خلص وخلاص، كل سنه وانتم طيبين. سيبكوا تماما 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 من اي حاجه ليها علاقه بالمسلسلات دي. احنا ما نضيعش الشهر ده على قد ما نقدر، على قد ما نقدر. ده فرصه لينا ان ربنا سبحانه وتعالى بلغهولنا. والله خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. ربنا يا رب يتقبل مننا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، ويا رب يعني يشفي كل مريض، لأن دلوقتي كل بيت مبقاش فيه، لازم يكون في حالة كورونا. يعني أنا بكلمكو وأنا عندي حالتين وفاة، وعندي حد في العزل من أهلي، وعندي إصابة عزل في منزلي. يعني أنا كلنا عندنا ده. ربنا يا رب يعني يشفي مرضانا يا رب بحق الشهر الكريم، ويتقبل مننا رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.